نتكلم عن منتخبنا الوطني وكيف ينظر كابتن رضا شحاتة للمنتخب ولمباراته بكره، ولكن خلينا نطلع نشوف ماذا قال كابتن حسام حسن في مؤتمر صحفي النهارده او المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراه ظهر اليوم. وزي ما انتم شفتوا احنا كنا متابعين كل الماتشات الدوري وشفنا لمين يستحق من اللعيبه اللي ممكن تضاف للعيبه اللي موجوده في المنتخب اساسيه، ودي رؤيتنا الفنيه بالنسبه لكن مش عايز كل ما حد مش موجود نقول مشكله محسوسات، يعني حتى خلوا في يعني مش يعني حتى المدربين الاجانب او المدربين المصريين لما بياخدش حد ما نقولش مثلا فلان كان عنده مشكله، ما فيش مشاكل، انا احنا اكبر من كده، يعني احنا كبار مش على حضرتك، انا بتكلم بس كل ما الاقي كل واحد مشكله مش فلان عمر مع ازاي حتى ما يصحش يعني ولا حتى يعني كل اللاعب لاعب والمدرب مدرب وحتى بالخبرات والسن والبوزيشن يعني فارجو ان احنا بلاش نخليها مشكله، لكن هي لان انا مفيش مجال للمشكله مع حد. فنفس القعده دي انتوا قعدتوها مع مدربين اجانب، السؤال ما كانش بيطرح كده محمد صلاح وحسام فلان، فهي نفس الكلام ده فرقعه وانا مش في دماغي خالص، لكن كل اللعيبه اللي موجوده الشحات او كل اللعيبه كلها متاحه، وزي ما حضراتكم شايفين وانا قلت القائمه الكبيره احنا بنضخ بيها في المعسكرات في الوقت المناسب، وزي ما حصل لو حصل اصابه حصل اي طارئ يعني بنستعين بكل لاعب احنا حاطينه في الملعب، هو ده عهدي بالجمهور المصري او الشعب المصري، اي حاجه فيها وطنيه الجمهور المصري موجود، استاد القاهره الشعب المصري او الجمهور المصري بصفه خاصه في الكوره مسمع كل حته في افريقيا وفي العالم ان استاد القاهره او اي استاد في مصر جماهيره ومسانده كبيره جدا وروح كبيره جدا، هو ده اللي بينطبق وبينطبق على اللاعبين ان شاء الله. فمش مفاجاه ليا، تخيل انت في البطوله الدوليه الوديه اللي اتلعبت في العاصمه الاداريه وفي رمضان الملعب مليان يعني ومسافه كبيره، فانا متوقع كل حاجه يعني ما شغلتنيش، لان انا عارف ان الشعب المصري بيحب قد ايه منتخب مصر بالتحديد يعني، والناس مستنيه فرحانه بلعبتها فرحانه بكل النجوم اللي موجودين، لان ان هم ان شاء الله بعون الله يسعدوا الناس، وفي نفس الوقت انا عارف ان منتخب بوركينا من منتخبات مفيش فرق منتخب ضعيف من المنتخبات اللي هي منافسه معانا، ولازم برضه احنا نحسبها المجموعه والتصفيات تصفيات طويله، ست فرق يعني فيها كل حاجه لحد اخر لحظه، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونكسب بكره، لسه الموضوع لسه كبير لسه، وفي نتائج مع بعض المنتخبات في نتائج ايجابيه وسلبيه ترفع وتنزل، فالحسابات لازم برضو توصلوا والرؤيه دي للجمهور، التصفيات طويله. وفي نفس الوقت المباراه النهارده انا اتكلمت مع لعيبه طبعا، وده احدى المباريات المنتخب بتاع او الماتش بكره مع بوركينا فاسو، كل تركيزنا فيه هو تصفيات كاس العالم كلها في المباراه دي، لما نخلص منها مفيش في التصفيات لكاس العالم غير غينيا، فده حساباتنا واللعيبه محترفين وفاهمين الكلام اللي انا بقوله. ممكن الانطباع اللي انت تتعامل مع الليدر بتاعك او في اي مجال الناس من خلال شغلك واخلاصك بيوصل الكلام ده، فمش لازم ان انا يعني اوصلها لهم بالعافيه، هي لازم يكون هم اساسا عندهم الاستعداد، وانا شايف ان اللعيبه زي ما قلت في بدايه كلامي يعني بقول للجمهور المصري يعني والشعب المصري يعني خليهم سعداء بالمجموعه اللي موجوده اللعيبه اللي معايا، بامانه يعني من احسن الفترات اللي اشتغلت فيها مع مجموعه لعيبه روح عاليه جدا جدا، ومفيش واحد باين ولا هو نجم ولا هو اهم من الثاني، الكلام ده مش موجود. فعشان كده الروح دي هو دي الروح. مش الروح ان احنا يلا نجري، لا هو الروح ان انت تحس بالمسؤوليه. فانا شايف اللعيبه من خلال ان هي احساسهم بالمسؤوليه هي دي الروح، ده اللي انا مستني بعد توفيق ربنا، مش فاضل غير اثناء المباراه
كل واحد اداؤه وهي اللي يكون موفق في ازاي اللعيب او اللعيبه ومجموعه اللعيبه هو ده اللي ان شاء الله اللي هتبقى ناقصه. لكن انا بطمنك اللعيبه بيا ومن غيري عندهم روح وعندهم مطنيه وان شاء الله في المرحله دي. يعني انا بقول لك كل اللعيبه من اول محمد صلاح لكل اللعيبه من حراس المرمى كل الناس مش عايزهم محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى والناس كلها الشناوي وكل الناس.